اسمعني يا شريف وانا هحكي لك كل اللي حصل بهدوء. اقسم بالله اقسم بالله انا لا مشيت وراها ولا دورت عليها، انا فجأة لقيتها قدامي. انا لفيت عليك الدنيا كلها من شرقيها لغربيها. انا عمري ما كرهت مامي يا حبيبتي، بس الظروف اللي خلت مامي تتجوز غيري، فعشان كده ما ينفعش نرجع لبعض. وايه لازمتها الدخلة دي؟ ارفعي يا تسوقي. وانا اجي في دخلة برضه اروح امك؟ انا جاي في دخل. الحقيقة كلها عند الله سبحانه وتعالى، مفيش مخلوق عنده كل الحقائق يا باشا. حزن اختك على جوزها مرار، وما تنساش انه مكتوب. الاخوات لما تتفرج النجمات بتختلف. انا المعلم زينهم زكريا كبير الحلميه تاما. اطلع لي بره. انت كده بتلعب معايا بالنار يا منصور. وقف عبد الرحمن. الرجل الحر اللي يقف وما ينكسرش. مساء الخير على مشاهدين تلفزيون النهار وحلقة جديدة من وشوشة. ضيفنا في حلقة النهاردة ضيف استثنائي، يغيب يرجع يكسر الدنيا، يغيب ويرجع كسر الدنيا. ضيفنا في حلقة النهاردة نجم محمود المليجي، النجم محمد عبد الحافظ. منورنا حبيبي. حبيبي بنورك، وحشني جدا احمد، وبجد انا مبسوط قوي ان انا معاك النهاردة ومع يومنا، وانت مخصوص انا يعني بتفائل بيك. انت عارف انت من اول عصام النمر والناجح، والسنه دي كمان نجاح عندنا على قناه النهار. حظ الحلو ويعني من ضمن الحاجات اللي بسطتني قوي والله بجد. وبعدين ما تنساش بقى انت من اول عصام النمر في الاسطوره بصراحه. محمود المليجي انت واقف في ظهر محمود. محمود المليجي يا رب يا رب نبقى ربعه او نوصل. ده حاجه جامده قوي. اسم طبعا. جامد، اسم كبير قوي. يا رب. اولا بنبارك لك على ستهم كسر الدنيا وكذا كده، حاجة علقت مع الناس في ستهم. بس في حاجة عايز أسألك عليها، بين الأسطورة وحواديت الشانزليزيه خدت فترة كبيرة ما كانش فيه شغل، هل ده أنت بتاخد وقت لحد ما يعني بتقول أوكي على العمل ده؟ هو مش مسألة أوكي. أنا لما عملت عصام النمر في الأسطورة أمر طبيعي، أنت حققت النجاح طبعا يعني، ففي نجاح. المفروض النجاح ده يا بتزيد عنه يا بتعمل زيه. صح. انا كل الحاجات اللي جات لي بعد عصام النمر ما كانتش مناسبه، اقل منه، وده ما ينفعش طبعا يعني. بوضوح. فحتى بقيت مستغرب السوق جدا، يعني ان انت لما تعمل حاجه وحاجه عامله رد فعل حلو، انت اتبروزت في حته معينه خلاص. امر طبيعي. دي مشكلتك، انت بتنجح بتقعد، بتنجح بتقعد. فوالدك تمثل وحش، تمثل وحش تشتغل. مش عارف يعني تمثل وحش، الاقيك كل سنه موجود. ربنا يستر من جبر غيرك. يعني فمشكله يعني تعمل الدور وفجاه تنجح. فالمفروض بقى بعد كده الادوار اللي تجي لك تبدع بقى، تغير بقى. انا عملت هنا صايع، اعمل هنا بقى دكتور، اعمل مهندس، اعمل تاجر، اعمل صحيح. احلق زي، اعمل اي حاجه، اغير يعني، ابين موهبتي. ما فيش الادوار اللي بتجيلي. حتى بنت القبائل وستهم خدت برضو بينهم فتره. بالظبط. وانا قعدت بعد عصام النمر 5 سنين، وبعد كده عملت شانزليزيه وبنت القبائل. بنت القبائل. وبعديها قعدت سنتين. ايوه انا اشتغلت السنه دي. عملت السنه دي الحمد لله اللي هو جبر غانم ستوم. وبالمناسبه يعني ربنا العالم اللي انا بقوله، انا في حاجه مع عمل مهم جدا ومع نجم ونجمه مهمين جدا في السوق اعتذرت عنه عشان ستهم، لان انا فيا الحته دي يعني. انا باخد بالي من الدور اللي انا بعمله، باخد بالي من الفرصه. فلما جيت خدت الدور في ستوم جبر،
لما قلت خلاص بقى خلاص احلق زيرو وهو ده الدور اللي يستاهل ان يتحلق له زيرو. تمام. وعشان كمان الشخصيه الجبل والشقه اللي في الجبل والكلام ده لايقه، ففعلا هتبقى انه هتبقى بلف وتغيير ليا. حلو. والدور كمان حلو جدا لان طبعا يعني ناصر عبد الرحمن بقى ده يعني ايه، يعني انا عايز اقعد اتكلم عنه كتير قوي. طبعا سيناريست كبير قوي واعماله جدا. كلها سينما ودراما جدا. ملوش حاجه، ما عندوش حاجه بتقع، متعه. وفعلا تقرا الورقه يا احمد تتخض الخضه بتاعه انك هتبدع. انا هعمل حاجه بقى، الورق جامد قوي ما ينفعش كده. لا ده انا هذاكر لازم صعب بقى، وامسك ورقه وقلم وكل يوم للصبح وبتاع، وقاعد والجمله دي واقول للنجم مع نفسي رايح مستمتع الكلام. انا مستمتع بالكلام. طب انا عايز اسالك على حاجه، عملت دور الطيب ودور الشرير، ازاي بتقدر توزن بين الاثنين؟ هو دي اللي انا اتعلمتها في المعهد، اتعلمتها في الاكاديميه دي طبعا في الدراسه، واتعلمتها في اكاديميه اسماعيل عبد الحافظ. انا دايما اقول الله يرحمه طبعا، انا دايما اقول انا خريج اكاديميه فنون مسرحيه وخريج اكاديميه اسماعيل عبد الحافظ الله يرحمه، مخرج كبير طبعا والدك الله يرحمه. اتعلمت الحته دي ان انا اعرف افصل ما بين الشخصيات وازاي اتوحد في الشخصيه وازاي اعمل بدايه ووسط ونهايه للشخصيه. هل صدفت ان انت في مره يعني في وقت واحد تكون عامل دور الشرير وفي عمل تاني دور الطيب؟ كذا مره تقدر كذا يعني مره، بس هم جات عليهم فتره على فكره. انا في الاول خالص في البدايات سبحان الله برضو بدا التنقلات دي في الادوار، بس جميله يعني انا بحبها. يعني انا في الاول كانوا يجيبوني الواد الحبيب الرومانسي اللي ابن البلد اللي ممكن يضرب العاكس بنت الجيران والحاجات دي، الجدع اللي هي الجدع ومش عارف ايه الحاجات اللي هي في الاول في اهالينا وجمهوريه طبعا. زفته طبعا والمنطقه دي. بعد كده بقوا يجيبوني في البلطجي والتاجر وبتاع المخدرات وبتقدر تفصل وبتاع مش عارف ايه اللي هو ما فيش منه امل ده. فجأة الشخصية اللي فجأة بقت كل المخرجين وكل المنتجين بتجيبني في الحتة دي. قعدت اشتغلت فيها شوية لغاية لما بدأت بقى انقل في الفترة الأخيرة في حواديت الشانزليزيه بنت القبائل. كان طيب شوية وجبر غانم برضو ده يعني ده جبر ده بقى اغلب من الغل. اشرح لنا بقى شخصيه جبر دي شفتها ازاي؟ ما هو جبر ده ناس كتير ما عرفتش تصنفه طيب ولا شرير، بيحب اخته ولا بيكرهها، يعني ايه القصه لما قريتها؟ جبر ده اللي موجود في كل بيوت مصر، لازم في كل بيوت مصر تلاقي واحد في العيله هو اللي بيراضي ده وهو اللي بيراضي ده وهو اللي ماسك العصايه من النص. لازم واحد يبقى ماسك العصايه من النص، هو ده جبر. قاعد رماح عينه على الورث وبتاع وكده، وستهم عايزه تاخد الورث وحاجات كده. فهو بيراضي رماح عشان ما يمسكش في ستهم، ويراضي ستهم عشان ما تمسكش في رماح بس. ومضطر ان هو اخته لما تتبهدل وتمشي لازم يشيلها طبعا، دم الحامي والصعيد والكلام ده. فلازم انت اخته لما تغلط وتلبس راجل لازم ياكلها، ما ينفعش تعملي كذا 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 كذا. شخصية فاهم فيها 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 عكوسات، رايح جاي على طول، اب داون طول ما هو ماشي. حتى مع مراته مرة الأمور كويسة ومرة بيتخانقوا عشان الفلوس والبيت، وأنت ماشي ورا رماح وستهم وخدنا منهم إيه، وهو مرة بيحب ستهم جدا ومايل معاها ومرة ياكلها. لا ده لخبطة. جبر نفس الحكاية، رماح بيفضل يهدي في رماح، ومره برضه عايز يمسك، ومره يقوم قايل هابش ده وده الاثنين جبر ورماح. لما قال لها غيرت جلدك وقلنا ماشي. لما قال لها هسالك عليه بقى، ايه اصعب مشهد في القرايه اما قريت؟ لما جيت قريت طبعا كلام ناصر عبد الرحمن ما بيعديش يعني الله يكون في عون عيون بس. فانت لما جيت قريت قلت يا نهار ابيض، لما مسكت كده مشهد قلت يا نهار ابيض ده يوم ويوم، ده لما يجي له يوم تصويره ده هيبقى قصته قصه. المشاهد اللي هي الماستر سين اللي بيني وبين روجينا في البيت، اللي هو مشهد لما هي بتقع وبتيجي وبتسيب الدنيا وبتيجي تقعد عندي في بيتي في المنيا، اللي هو بتاع لو الارض تميل كتف اخوك يحمل ويشيل. لا عمري هسالك ولا عمري هتعبك بسؤال، انت في بيتك ووسط اهلك، اللي يعجبك اعمليه واللي ما يعجبكيش اردمي عليه. الايام اللي فاتت كشفت الستاير وما بقاش فيها اسرار،
اللي عايش دلوقت يحمد ربنا يا خيتي. لو الارض تميل كتف اخوك يحمل ويشيل، ولا عمري هسالك ولا عمري هتعبك بسؤال. انت في بيتك وسط اهلي، اللي يعجبك اعمليه واللي ما يعجبكيش ارميه واردمي عليه. الله على الكلام. بص انا لغايه دلوقتي الكلام ما يعني ما طلعش مني. يعني يعني سبحان الله، هو بيتقري حتى او بيتقال في معاني وفي حاجات اكبر من ان هو بيتقال. يعني في كلام بيتقال يعني يترمي. يعني يعني في جمله الاستاذ جميل برسوم الممثل العبقري بيقولها، اللي هي بتاعت الفرق ما بين رضا ربنا وغضب ربنا بصه. صح. نظرة. صح. يعني ناس كحتها الجبل وناس غواها الجبل. هو أنا أصلاً يعني بصراحة أستاذ ناصر عبد الرحمن أنا بعشقه من الحاجات بتاعت الأستاذ محمود عبد العزيز. طبعاً كان جبل الحلال. كنت يعني بتفرج أستمتع موضوع على جبل الحلال ده بالنسبة لي. لا، وفي السينما يعني حتى هي فوضى وأعمال كتير عملها. لو عنا نعد، لا ناصر من السيناريستات الكبار، بس أكيد في مشهد أنت اتفرجت عليه بعد ما اتذاع قلت إيه ده أنا عملته وحش؟ كذا حاجة. أنا من النوع اللي ببص على نفسي كويس قوي، ويمكن ده اللي بيخليني بعد كده تلاقيني بغير طب ممكن تقول لنا الاعمال اللي انت مش هنقول ندمت عليها، بس حسيت يقول لنا المشهد الاول اللي عمله وحش. قول لنا المشهد الاول في المسلسل ده اللي كنت عايز تعمله احلى. المشهد اللي كنت عايز اعمله احلى هم مشهدين. مشهد اللي هو في الاخر خالص مع روجينا، اخر مشهد، لانه عجب الناس جدا. بس انا ما انت عارف الممثل بيبقى عنده حته برضه، هو بيبقى عارف عيوبه فين. انا المفروض مثلا ما كنتش ازعق في الحته دي، المفروض ما كنتش عارف ايه، المفروض الحاجات دي. فانت بتبقى عارف متضايق عايز تعيد. قول يا سلام المشهد ده لو عدته تاني ده هيبقى قد كده مليون مره. صح. يعني ده مشهد. وبرضه كان في مشهد مع بخيتة في الديكور برضه في البيت. بس يعني هما جملتين ثلاثة. احنا كنا مزنوقين كمان في الوقت ودخلنا متأخر يعني بالزبط. الحمد لله ان المسلسل نجح النجاح ده كله. بالظبط. الفنان محمد طبعا معانا طبعا الاستاذ رؤوف عبد العزيز. مخرج رؤوف عبد العزيز اخونا وصديقنا. الصورة طبعًا. بقى الصورة يعني ده ملك طبعًا. الصورة حدث ولا حرج. صح. انت طبعا عارف كان مدير تصوير كمان من اهم مديري التصوير. عظيم. وحظي الحلو ان انا كنت عامل معاه العراف مع الاستاذ عادل امام عامل الشيخ عبد الله. صح. فانا اتعاملت معاه واخر عمل ان هو كان مدير تصوير فيه. صح. وبعد كده جيت اتعاملت معاه دلوقتي كمخرج. فبص يعني برضه حظ حلو ان في تجربه محترمه وناجح وشاطر جدا. بيحس بالممثل بصراحه، بيحس بالمجهود اللي عامله الممثل، وبيبقى دافع ليك جدا في اللوكيشن. يعني يجي يقول لك فكره في المونتاج كنت عامل شغل حلو قوي. بيشجعك. يعني فعلا يعني اقول لك على حاجه، من اول الناس اللي طمنتني على الشغل هو. لان احنا انا كان حظي ان احنا اول يوم تصوير كنت انا وروجينا الديكور اللي هو بتاعنا بتاع البيت، والمشاهد اللي هي المونولوجات اللي عاجبه الناس قوي دي في اول يوم تصوير. يعني لك لسه ما قدمتوش. طب بما اننا جبنا سيره الفنان الكبير عادل امام، احكي لنا كده عن الكواليس معاه. لا ده عم عادل امام يعني اولا انا طبعا يعني عشان ابويا الله يرحمه كان عم عادل امام، عم وحيد حامد، عم اسامه انور ربيع. انا طبيعي من وانا عيل بشوفهم بتشوفهم. فعشان كده تلاقيني دايما بقولها تلقائيه حتى عم عادل وكده والكلام ده. غير ان هو عم حقيقي بقى في الحياه. يعني لما اشتغلت معاه بيحتوي الفنان بيحتوي. انا ما كنتش بمشي من عند عم عادل بعد التصوير ولا قبل التصوير. كنا بنبقى عايشين في الجيم في المنصوريه كلنا، ما فيش قاعدين ما وراناش حاجه. ايه اللي اكتسبته بقى منه؟ لا حاجات كتير. وانا فيا حاجه انا بحب اتعلم من الكبار، وبحب ابص على الكبار قوي. دايما احب اشوف ايه تجربته. طبعا. فجيت انا في مره كده واحنا قاعدين بقول له عم عادل ايه بقى الحاجه اللي تقولها لنا او تعلمها لنا او تقول لي عليها.
قال لي اتعلم قوة الرفض. قوة الرفض؟ لما ترفض حاجة تفضل مستمرة على رأيك، وفي نفس الوقت انك تبقى عارف ان ده ما ينفعش يتعمل. يبقى على رفض بقى بمعنى ليه؟ بمعنى زي الخمس سنين او الثمان سنين اللي انا بعد عصام النمر ما عرفتش اعمل اي حاجه. كانت قوه الرفض كانت دي كانت قويه هي ما... لان انا فعلا كل الحاجه اللي جات لي مش مش مش, مش عرفت ان انا لو عملتها هتضيع كل اللي انا عملته. بس كارثه برضو احمد. طبعا كارثه. انت وصلت لحاجه معينه فهي تعمل احسن منها، فجاه تعمل حاجه ما ينفعش. طب ما انت كده ده انت ضيعت كل حاجه. بس خلي بالك، لو انا محترف وده اكل عيشي وده رزقي اعمل ايه؟ انا كمحمد عبد الحافظ ما اشتغلهاش، اشتغل اي حاجه تانية ما اعيش كويس وزي الفل، وما تبقى الشغلانه دي موهبه. صح. انا باجي بعملها وانا مبسوط. صح. لان انا فعلا بحبها احمد. انا عندي مشكله، انا بحبها بجد. انت مولود جواها. مولود جواها. فبقعد اذاكر الورق بجد، وبقعد اذاكر الشخصيه بجد، وبعمل بدايه ووسط ونهايه، وبقعد وبكتب وبمسك ورقه وقلم زي ما اتعلمت وزي ما اتربيت. ما تامنش الجليل الاصل ولا تديله سرك. وانا راضي بكل اللي جاي. الايام سبت وحد وتلات ما كلهاش اتنين وجمعه وبس. الراجل الحر اللي يقف وما ينكسرش. وبعدين جبر العامل ولا جبر صاحب الشغلانه، التنين ما فيهمش عيب. معقوله المعلم جبر وسط العمال؟ الفنان بقى محمد عبد الحافظ، شايف نفسك شبه مين تمثيلا مش شكلا؟ في الناس القديمه، في الفنانين القديمه الكبار، روح من مين؟ والله انا كان في الاول حكايه يعني من وانا في المعهد كمان كانوا حكايه فريد شوقي. فريد شوقي كان دايما يقولوها لي، دي كانت بتقلي كتير جدا. مظبوط. وفريد شوقي شويه وسعيد صالح شويه. ومحمود المليجي بقى ايه؟ التشبيهين دول في الاول يا احمد، اللي هو انت داخل المعهد وبتعمل مسرحيات واصحابك اصحاب بقى واحنا دفعه. كان مين دفعتك بقى؟ انا دفعتي بقى، انا دفعتي بالصمت يعني. انا ومنى زكي، رانيا فريد شوقي، احمد رزق، محمود عبد المغني، احمد زاهر، ناس نور. ده كلهم دفعه صعبه. دفعه يعني احنا دفعه صعبه. احنا دفعه يعني. دفعه. وعايز اقول لك على حاجه، اول ما دخلنا اولى معهد عملنا مسرحيه اسمها كاسه كوطن، واخرجها لنا الدكتور اشرف زكي. وقال الروايه دي روايه النجوم. بص التاريخ هما دول نجوم السوق فعلا. انت قلته ده نجوم السوق يعني. كانت الروايه دي بيعملها عمل اللي هي بتاعت دريد الحام. كان ده فاشرف زكي. وسبحان الله احنا عدت 30 سنه الكاست بتاع الروايه دي دلوقتي كل واحد فينا احنا اصحاب جدا لغايه دلوقتي، وعلى طول في سحور دفعه وفطار دفعه وجو كده. ولسه حتى كنا عند رانيا في رمضان اللي فات دايما بتعمل لنا الحكايه دي. ف عملنا. انتوا متخيلين انكم هتنجحوا كده؟ يعني كواليسكم بينكم بقى؟ لا 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 خالص، هزار وضحك. طلبه واولى معهد. لا انا كان قصدي ان كان باين على حد انه هينور. سيبك ان انت ابن اسماعيل عبد الحافظ يعني. اكيد انت اللي فيهم كانوا عارفين انك هتشتغل. انا كنت بشتغل. يعني انا ورانيا فريد شوقي. طبعا. لكن الباقي ما كانش ريليتد بالوسط او مربوط بحد في الوسط. كانوا شايفين ان هم هيبقوا حاجه. كل واحد كان مؤمن يعني. كانوا باينين. مؤمن بجوده. يعني انا مثلا انا يعني منى زكي، انا اول ما شفت منى كبيره طبعا. اول ما شفت منى انا كمحمد عبد الحافظ اللي بيمثل ومعاها في الدفعه حسيت ان هي فنانه. دكتوره سميره بتعمل لنا مشاهد، فمثلا قوم يا محمد وراني اعملوا مشهد كذا، تخيلوا كذا، انت كذا، قوم يا منى انت. وكان معانا كان ساعتها احمد وفيق مؤهلات. احمد وفيق كمان. كان احمد وفيق مؤهلات. احنا كنا ثانويه عامه. انا ومنى ورانيا ورزق وزاهر وهو كان مؤهل وجاي وهو إيه كان الدراسة. مؤهل سبحان الله. كان احمد وفيق، وكان ولد برضه اسمه احمد حسين، كان مؤلف ممثل كويس جدا، وياسر عزت، وامل رزق، وعبير صبري. ده ايه الدفعه دي؟ ده الدفعه ما فيهاش حد ما بيمثلش. انت رجعتني 25 30 سنه ورا. الدفعه ما فيهاش حد ما بيمثلش، كلهم بيمثلوا.
يعني كلهم بص المجموعه بتاعت الثانويه العامه والمجموعه بتاعت المؤهلات عامله ازاي؟ ومين اللي بيدرس لنا بقى؟ استاذ جلال الشرقاوي واستاذ سعد قردش رحله الفطاحله كلهم يعني. اكتسبت ايه من والدك المخرج الكبير رحمه الله عليه؟ المذاكره صح، مواعيد ما ينفعش، لازم كاميرا 12 يعني انت 11 موجود في الاوردر، ما تروحش الاوردر ما انتش عارف الاوردر، مفيش حاجه اسمها تبقى مذاكر الاوردر خالص. انت داخل اللوكيشن يعني الاوردر خالص عشان تعرف تستقبل ملحوظات وتبدع بعد كده. لو حطيت نفسك في ان انت داخل مش مذاكر او لسه هتخش تراجع او لسه هتخش تحفظ، لا. خلاص ضاع منك 50% من الشغل. وفعلا فرقت معايا كتير قوي، تعودت عليها في شغلي كله. وربنا طبعا بيبقى شايف الجهد اللي انت بتعمله، فعشان كده دايما ربنا ربنا بيقوم. بعيدا عن الشغل بقى في البيت، كان ايه بقى معاك؟ انت اتجوزت ازاي الاول؟ انا على طول، ما لازم ناخدك مسحل سخن كده. اتجوزت ازاي؟ لا اتجوزت عادي جدا. ازاي يعني؟ بتمثل؟ قصه حب؟ لا انت كنت بتمثل وابوك اسماعيل حافظ ومحلو وفريد شوقي وتان فايه اللي خلاك تتجوز؟ يعني ايه اللي خلاك تاخد الخطوه دي انك تعمل كده؟ اولا انت فاهم الوقت كان ساعتها خلاص سحبت معايا، خدت وقت كتير، وابويا الله يرحمه كان عايزني اتجوز باي طريقه، وما كانش لسه جه قدامي الحد اللي انا اخد فيه قرار ان انا عايز اتجوز دي. يعني انا بكلم بقى بصراحه شديده يعني. فلما جه ابويا قال لي كذا مره وبتاع، فبدات احط الموضوع في دماغي. فكان في لينك قديمه يعني، كان في حد انا عارف اسره يعني، حد الحاج محمد الجبري ده كان طبعا الجبرية اعز اصدقاء ابويا. وانا طبيعي من سبحان الله من قبل النسب، هي برضو حاجه بتاعت ربنا. انا طبيعي كل بتوع نزل السمان انا طبيعي اصحاب كلنا اولاد من بدري يعني، فانا طبيعي هناك وسطيهم امر طبيعي، كل الشباب وكلنا اخوات واصحاب من بدري وكده يعني. ما كانش يعني سبحان الله ما كنتش عارف ان الدنيا هتلف وناسب من يبقى في نسب. فجي بعد كده يعني احنا عارفين يعتبر عارفين بعض، بس حصل بقى مواعيد وكده عائليه بشكل عائلي وكده والكلام دوت، واتجوزت وحصل تقارب واتجوزت. وعندك بنتين وولد، وعندي اسماعيل واسماعيل يا رب يطلع فنان. تحب ابنك يشتغل؟ يطلع ربع جده في اي حاجه، يطلع مخرج. هو غاوي كوره، هو بيلعب في زد حاجه تانية خالص. ما شاء الله. هو بيلعب في نادي زد في القطاع ما شاء الله، خط نص. طب والبنات تحب ان هم يطلعوا ممثلات يعني في المجال؟ انا يعني بصي انا راجل فلاح. الدقه القديمه دي بقى عندي برضو ايه، دقه قديمه شويه طبعا في الحته دي يعني. يعني بحب يعني اتجنب على عشان المهنه صعبه دلوقتي زي ما بيقولوا، ولا علشان موضوع نفسي لو ما جالهمش شغل؟ بيقولوا ان هم بيتضايقوا قوي الفنانين لما ما بيجيلهمش شغل، بيتعبوا شويه نفسيا. هو فمن الناحيه النفسيه انا بحس انها بالنسبه للبنت او للست المهنه دي مرهقه جدا. خليها ما تاخدش بالها من بيتها او ما تاخدش بالها من حياتها يعني، ده رايي الشخصي. تبقى انتحاريه اللي بتعمل كده، انتحاريه. والحياه برضو ما بتبقاش مظبوطه، صعب انك تخليها متزنه. صح طبعا يعني شغلانه بتاخد كل الوقت، وخصوصا ان انت كمان لما تبقى انت كمان في المهنه وبتاع والكلام ده، يبقى حد وهتقعد بقى مركز وتفكر في مش شغلانه، فانت تتجنب احسن لك خلاص. يعني هتقف قدامهم لو قالوا لك يا بابي احنا عايزين نشتغل في التمثيل، عايزين ندخل في المجال ده، هتقف قدامهم؟ هم ما اعتقدش ان حد فيهم هيقول مش عايزين. ما اعتقدش هيخافوا اصلا. لا ما اعتقدش ان هم حد فيهم هيقول، هم اصل هم اتجاهاتهم في حته ثانيه خالص. برضو كانوا غاويين كوره وكانوا غاويين سباحه حاجات ثانيه غير الفن، مش طالعين. حتى اسماعيل نفسه بس انا انبسطت جدا الحمد لله لما جه ده، بالعكس ده انا نفسي يا رب يكمل واشوفه ويبقى حاجه كويسه في الكوره يا رب ان شاء الله. وممكن يعكس ويطلع مخرج، ما احناش عارفين ان شاء الله. ايه الفرق اللي شفته ما بين اسماعيل عبد الحافظ وما بين مخرجين كتير اشتغلتوا معاه؟ يعني دي مدرستين، مدرسه الفيديو بتاعت زمان جميله، المشهد اللي بيتاخد مره واحده ده بالهارموني بتاعه،
ومشهد دلوقتي التصوير بتاع السينما لثلاث زوايا والأمورسات والضيقات حسيت بإيه؟ بص هقول لك جملة. الناس الكبيرة دي والأسامي دي اللي هي إسماعيل عبد الحافظ، عفوا في الألقاب يعني، إسماعيل عبد الحافظ، يحيى العالمي، محمد فاضل، وقبليهم الأستاذ نور الدمرداش والأستاذ إبراهيم الصحن، الناس دي اللي غزلت برجل حمارة صح وعملوا أعظم أعمال. استوديو قد كده بكاميرات بعجل، انا حضرنا الكلام ده، شافوش تكنولوجيا، اي تكنولوجي ولا اي تطور ولا اي حاجه في الدنيا. انت فاكر كان زمان كانوا بيعرضوا على الهوا كمان، بيصور هوا كل حاجه، وتعمل مشهد تيكوان والمشهد ولو ثلاث اربع ورقات لازم تقولهم مره. ما هو ده اللي نفعنا دلوقتي. انت دلوقتي عشان انت في انت عشان انت بتربيه المدرسه القديمه، فواخد على انك تخش تعمل مشهد ثلاث اربع صفحات عادي. لا دلوقتي بقى مش دلوقتي الناس. في بيحمد ربنا لما بيلاقيك بتقول صفحتين على بعض صح. فانت بالنسبه لما بتخش تعمل مشهد ثلاث اربع صفحات على بعض وكمان بتقول فيه مونولوجات وبتقول فيه مش عارف ايه، فانت خدت على كده بحكم يعني الناس اللي انت كان عندها التكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي كانوا كسروا الدنيا. اعمالهم عايشه لغايه دلوقتي صح. يعني دلوقتي حد ينسى ليالي الحلميه؟ حد ينسى رأفت الهجان؟ حد ينسى الشهد والدموع؟ اسالك على ليالي الحلميه لما جم يعملوا منها جزء سادس. ما طبعا كان 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 رايك ايه؟ كان رايي ان قلت جمله لصاحبي وحبيبي محمود شميس، انا وهو كده زي انا والهواري كده. انا عارف طبعا علاقه اللي بينهم. قلت له ما تحطش ايدك في الكوبس. صح. دي نصيحتي محمد لاخوه. قلت له انا طبعا لو المسلسل اتعمل انا مش هسيب زينهم اكيد، لان ده دوري صح. انما انا كمحمد بقى باخواته وصداقه وصحوبيه، بلاش تحطوا نفسكم بتلعبوا في حته من اخطر ما يكون، لان اصل انت رايح فين؟ ده اسامه نور عكاشه واسماعيل عبد الحافظ اصحاب الكوره، الثقافه والوعي الادراك اللي ما بين السطور طبعا، الرساله اللي عايز يوصله، الهوية المصرية، الطبقة المتوسطة المهمة. الناس دي احمد كانت مشغولة بالمجتمع المصري بجد، وفي طبقات جوه قوي، العمال والتفاصيل وسليمان غانم والفلاحين بجد بيستعرض لك تاريخك بعبقرية صح. بعبقرية الفنان الكبير بقى فريد شوقي، ليه ما حاولتش تمثل او تعمل دور سيره ذاتيه كده ليه؟ تدخل كده بما اني ناس اتمنى اتمنى لو حصل يبقى شيء عبقري بالنسبه لي. ولو حبيت تعمل شخصيه تاريخيه تعمل ايه؟ عمر المختار. اشمعنى؟ التركيبه صعبه جدا. انت بتحب الادوار المعقده شويه؟ وانا بحب يعني انا بحب اصعبها على نفسي. بتحب انا بحب اصعبها على نفسي. سبحان الله بجيب نتيجه لما تبقى صعبه عليا، بتبقى تحت ضغط، لما الحاجه بتبقى تقيله عليا بجيب نتيجه، لاني بذاكر كتير. يعني انا يعني في طبيعتي كده. بص انا عارف ان انت بحب الحكايه دي، عارف ان انت بتاخد الحاجات على اعصابك قوي. ايه الموقف اللي حصل لك في مشوارك ومش هتنساه وما تقولش اسامي لو مش عايز؟ يعني موقف وجعك قوي وعارف انت بتاخد على جوه وتكتب. بس مش عقلي. عارف ده. برافو. بس ايه الموقف اصلا اللي خلاك توصل لكده؟ لو مش عايز تقول اسامي هتقول. ما اقولش، بس طبعا في موقف ما انساهوش، وممكن الناس بس الناس هتلقطه طبعا اللي مركز يعني. كان مسرحيه بنعملها ومخرج، وكان في اتفاق على حاجه، وكنا كاست وكنا مجموعة موجود تلاتة أبطال موجودين وكده والكلام ده، والمخرج ده فجأة لقيته بيعمل حاجات غريبة جدا عكس كل اللي احنا متفقين عليها، فعصبني وخرجني عن شعوري. يمكن دي المرة الوحيدة اللي أنا حد سمع لي فيها حس في الوسط الفني. هو موضوع كان كبير شوية من حوالي 15 سنة كده.
وخد يعني خد حيز كبير وحطوني في حته. ضربته يعني؟ يعني حاجه كده في الكواليس وحظي زعقت له يعني. زعقت وحظي منيل وكان في الصحافه كان حد موقف قال ده مش عارف وانا جيت ناحيه الصحافه انا بتخانق مع الراجل هو بس حظي منيل مايك مفتوح فكله هو الشيخ حسن وانا ما استحملتش استنى لبعض العرض في حاجات برضو انا برضو ما كنت ما يعني برضو المفروض ما العصبيه بسرعه دي غلط انا بقيتش كده خالص دلوقتي بقيت باخد الامور بهدوء اكتر والعصبيه دي اخر حاجه عندي دلوقتي مش زي الاول الاول كان رد فعلي على طول ف يعني مثلا يوم البتاع دوت لو انا كنت استنيت لغايه بعد المسرح ما كانش الموقف هيعمل كل ده صح ببساطه شديده بس هو عرف يجيبني صح يعني اول مره نجحت في حياتك وحسيت بالنجاح كان امتى يعني مشيت في الشارع كده حسيت انك ايه ده الناس بتبص عليا بقى من اول اهالينا اهالينا طبعا ده الستارت ان في البدايه ان في حاجه اسمها محمد عبد الحافظ وحسيت النجاح ده في الشارع طبعا لا اهالينا كان زمان مفيش موبايلات بقى كنتوا بتعملوا لا كنا في الشارع بقى الناس بقى لا انا بتكلم ما كانش في بقى هتصور معاك دي لا ما كانش في الكلام كان ايام اسمه ايه ده الاوتوجراف اللي اسمه اللي كان طالع اسمه بيجر ولا كان اسمه البيجر الحاجات دي والموبايل الموتورولا صح ما كانش في صور كان لسه بيقول عادي هو دلوقتي الناس كلها بتلاقي موبايل فوق الاريكسون الاريكسون صح الحاجات الامبيريا الكبير دي صح كان لسه بس كنا بنحسها بقى في الشارع البرامج اصل الوقت احمد بتاع اهالينا ده اللي كان ايه مفيش توشي ميديا اللي هو تتفرج على مسلسل الساعه 7 ومسلسل الساعه 9 وكنت ما بتتفرجش غير على مسلسل اسماعيل عبد الحافظ والناحيه الثانيه الحاوي يحيى العالمي صح لان الحلميه تبص الناحيه الثانيه تلاقي وما زال النيل يجري تلاقي رأفت الهجان وتلاقي الاستاذ محمد فضل انا وانت وبابا في المشمش او ما زال النيل يجري حاجه فتلاقي هما ما كانش فيه غير قناتين ثلاثه فبالتالي الاعمال كانت بتاخد حقها قوي بجانب ان الاساتذه الكبار دول ما فيش عمل ما كل واحد بيعمل عمل في السنه. اسماعيل عبد الحافظ على مدار تاريخه كله ال 50 سنه ب 50 عمل. عمل في سنه. انت عشت الزمن ده وعشت زمن السوشيال ميديا. انت شايف انهي افضل؟ لا الزمن اللي هو هادي اللي ما فيهوش اي حاجه اللي هو حافظين احنا هنشغل ايه دلوقتي ولا اللي هو على طول ماسكين الموبايلات وابديت اي حاجه اي عمل احنا معاك وكده هو للاسف السوشيال ميديا استخدامها الخاطئ دمرنا عمل حاجات في المجتمع ما كانتش موجوده خالص المجتمع المصري لانك برضو ايام لما كان موجود تليفون وكان موجود مش عارف ايه كان في دفى وحميميه بين الناس طبعا واحمد يسال عليا واسال عليه طبعا كده دلوقتي بقيت انا ممكن ابعت له رساله يبعت لي رساله شكرا. مش لازم اكلمه مش لازم الحاجات دي برضو راحت ما بين الناس فبقت الحياه كلها في شويه برود كده ممكن ده ماشي طب ماشي احنا العصر والدنيا والتطور والابديت والكلام ده ماشي الجديد بقى استغله مظبوط مش انت شايف ان استخدام السوشيال ميديا دلوقتي بيستخدموها بشكل خطأ نسبه كبيره بنسبه طب وفي استخدامها صح بقى عبقري ما هو في اعمال طالعه لا ما انا بسالك بقى ده تاثيرها على المستوى الاجتماعي تاثيرها على المستوى الفني بقى والوسط شايف ان دلوقتي احسن ولا من غيرها احسن بقول لك ايه دي هتلغي الشاشه كمان سنه سنتين صح دي حقيقه هتبقى سنه ولا اتنين مش هتبقى كله ماشي بالموبايلات صح كله بيتفرج على الحلقات على الموبايلات صح انا عندي بتحصل. عيالي من دلوقتي بتحصل من دلوقتي احنا بنعمل كده الابلكيشن والمنصات واو. فبقت الشاشه مش بقى اي حد عايز يشوف حاجه بيشوف هنا دلوقتي ده بالعكس الذكي هو اللي يخاطب المنطقه دي الفتره اللي جايه ما قلتليش ايه رايك في اليافطه الجديده بتاعه الورشه بذمتك مش تحس ان اسم النمر بيديها قيمه كده رفع اخويا الله يرحمه علمني ان كبير المكان ما بيقولش حاجه غلط احلى حاجه فيك يا ناصر انك عارف ان انا كبير المكان طبعا بس غريبه انك مسلم نمر قوي كده انا كنت متصور انك هتيجي تقول لي رجع لي الورشه لا تعرف انا ماليش في الحداده وفي الكلام ده ده حقك انت وشريكك وانت احق واحد تبقى هنا كلامك موزون واصلي ومية مية
نرجع بقى لرمضان، باركنا لك طبعا على ستهم، بس بالنسبة لحضرتك كفنان كبير وليك نظرة، اتفرجت على ايه تاني وعجبك؟ انا كان اولا في ستهم حظي انا مخلص 28 رمضان. يا نهار ابيض، اقول لك ان احنا بس الوقفه يعني من حلقه من حلقه 21 لحلقه 30 دي احنا يعني عيدته طيب وكده احنا متاخدين يعني زق يعني. وانا طبعا يعني العمل بتاعنا، وبعدين في حاجه بقى كمان مهمه، نجمه العمل دي اختي. الفنانه يعني الكبيره روجينا طبعا اخته وعشره عمر، واشرف زي كده برضو اخويا وعشره عمر، اجدع الناس واطيب الناس. اشرف روجينا جميله، اشرف ده طبعا يعتبر اشرف زكي ده الجندي المجهول بتاع ستو. صح. المسلسل ده لو ما فيش دكتور اشرف زكي ما فيش ستو، ما كانش طلع بالشكل ده. بعد ربنا يعني هو سبب رئيسي، وبعديه الاستاذ نصر عبد الرحمن والاستاذ رؤوف عبد العزيز، واحنا بقى بعديهم الكاست الممثلين، وطبعا عمنا بقى وشيخنا ومولانا عمك ياسين التهامي. طبعا ده بقى طبعا العشق بتاع جلاليب مصر كلها، وانا برضو من عشاقه. تعرف ان انا اكتشفت مره كان حد صاحبي عامل فرح وجايب ياسين التهامي، ان ليه مريدين بيسافروا وراه من البلاد بيجوا يباتوا قبلها بيوم في الشارع باكلهم بحاجتهم عشان يحضروا له فرح تاني يوم بتاع ناس هم ما يعرفوهمش، هما جايين عشان يعرفوا ياسين التهامي، فجايين من محافظات نايمين في الشارع. مظبوط. عشان يحضروا فرح. اقول لك على مفاجاه بقى، احنا شفنا ده بعينينا في التصوير. ايه بقى؟ المشاهد بتاعه ياسين الشيخ ياسين التهامي، عفوا في الالقاب طبعا ده عمنا، المشاهد بتاعته كلها نصها مريدينه. لا لا، دول مش مجاميع ولا احنا لما هم جه خد الاوردر، فقال يا جماعه بعد اذنكم ما يجي الاوردر بتاع الشيخ ياسين بيقولوا لنا عشان في مريدين وبييجوا في اي مكان. طبعا. فاتعمل الاوردر عادي، وجت المجاميع العاديه اللي بتاعتنا بتاعت الشغلانه عادي بتاع الكلام ده، جت قد المجاميع مره او مرتين مريدين الشيخ ياسين جايين ورا بقى اكل وشرب، ومحدش عايز منك حاجه، هو جاي المولانا وقاعد هو ولا ليه دعوه بفايف ولا اكشن، ملوش دعوه، هو شغال داير، هو عايش مع عم ياسين، هو ده يعني ربنا فوق وده تحت. وانا شفتها بقى بعيني يا احمد، حاله يعني لازم تشوفها، بيعشقوا الراجل ده. انا شفتها بقول لك، لقيت ناس نايمه في الشارع ان شاء الله باكل وستات ورجاله وبيتين في الشارع وكتير. يا جماعه والناس دي مين؟ قال لك دول عرفوا ان ياسين التهامي عنده فرح هنا، فجم من محافظات بيتين عشان يستنوا بكره في الفرح. خد بقى على كده، الناس دي وراه على طول في كل حته. وما بيكلفوش الناس اصحاب حاجه، ده ناس اصحاب، ناس عزيزه وكل حاجه، بس هي بتحب الراجل. طيب غير ستهم بقى، ايوه اتفرجت ايه؟ ايه اللي عجبك؟ منى. تحت الوصال. منى طبعا. منى زكي طبعا لما كانت قصه، ما اتفرجت في الاواخر دي حقيقه حاجه تقطع القلب. لا وبعدين اصل في الاستاذ محمد شاكر خضير، في مخرج طبعا قوي جدا، ده مخرج طبعا، مخرج بقى يعني مخرج جميل قوي، وعامل شغل جميل وايقاع جميل. طب ايه رايك في الانتقادات اللي تعرضت لها الفنانه منى زكي قبل اصلا بدايه المسلسل، وقبل ما اي حد يشوف من البوستر نفسه؟ بيقول لك حواجب ومش عارف ايه لا سبحان الله يعني ربنا، اصل منى موهبه جامده قوي جدا، فنانه كبيره جدا 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 طبعًا. موهوبه جدا يعني حد، فمالوش معنى ان انت عارف منى عامله مع الله يرحمه اسماعيل عبد الحافظ كم مسلسل؟ 5 مسلسلات. خمسه؟ ما هو اللي قدم منى زكي مين؟ استاذ اسماعيل. صح صح صح، كان ساعتها، ما ده اللي انا كنت بحكي لك عليه في الاول. كنا في دفعه انا شفتها انبهرت، الله يرحمه كان بيعمل العيله وعايز وجه جديد يكون وشها بريء، قلت له ده في بنت معانا في المعهد اسمها منى زكي، براءه البت دي فيها حاجه غريبه، ومنين ما تطلع وعامله مشهد جميل قوي وحاجه مش عارف ايه، قال لي هات اشوفها. خلصنا المعهد ورحت خدت منى
ورحنا في العيله ما تنسيش عم سيد ابو السعود اللي عمل لنا التصريح بتاع الدخول ودخلنا جوه وقابلنا ابويا الله يرحمه عم وحيد حامد وكانت الاستاذه ليلى علي والاستاذ محمود مرسي فطحنا كلها قاعدين والله يرحمها سناء يونس. اول ما دخل فبقول له كذا بتاع مين بقى اللي مدام سناء يونس الله يرحمها بص لي كده انت إيه جبتها منين؟ قلت لها دي معايا في احنا في المعهد مدام سناء ومنى معايا في المعهد قالت لي انا شفتها مع محمد صبحي في المسرح يا عم اسماعيل دي ممثله هاي رهيبه دي ممثله هايله وقامت مدام سناء قعدت اسند قمت لا حمدت ربنا الحمد لله ان تمام اشتغلت منى هي انت العيله دي اللي تقدم فيها منى زكي واللي تقدم فيها طارق لطفي واللي تقدم فيها محمد رياض واللي تقدم فيها روجينا يا نهار الاربعه كانوا وجوه جديده يا نهار ابيض وانت بص يا صاحبي انت عايز تعرف الوسط الفني واسماعيل عبد الحافظ طلع قد ايه من نجوم الموجوده في السوق تقريبا. راجع تترات اسماعيل عبد الحافظ اقرا كلمه لاول مره اقرا كلمه لاول مره والوجه جديد صح وانت هتفهم كل حاجه. طب انت برضه ما ردتش على سؤالي ايه رايك في الانتقادات اللي ممكن اي فنان يتعرض لها من قبل اصلا عرض العمل ده اللي هي اللي زي احمد مقلي مثلا الحواجب ليش طالعه شكلها كده كبرت في السن دي عملت تجميل دي رايي فيها بيبقى اللي مش حابين يعني دول بيبقوا ضد اللي هو مثلا مش عايز محمد ينجح او مش عايز منى تنجح مش عايز يمنى ده وحش فوحشين ايه ده عامله شعر مش عارف ايه ده عامله حاجات اي تلكيكه يعني ايه ده كان عامل يعني ايه انتوا مالكوش دعوه بالكلام ده انتوا ليكوا دعوه بالعمل عارف اللي هو بالبلدي يعني زي ما بيقولوا ايه ملوش حاجه في الورده الاحمر الاحمر يعني منى زكي المفروض دي موهبه جامده جدا جدا طبعا طب شوفها لما تمثل بالظبط طب انت شايف المعايير في اختيار الوجوه الجديده ايام زمان وايام اختلفت عن النهارده يعني كان زمان في معايير لاختيار النجوم او الوجوه الجديده اللي بقوا نجوم عن النهارده في اختيار الناس يعني انا بقيت احس ان اللي عنده فولورز اكتر اللي عنده سوشيال ميديا اقوى بيشتغل هو ده الفنان دي كارثه من ضمن الكوارث بتاعه السوشيال دي حقيقة. انا مش ضد اي حد يمثل اي حد كويس بيمثل اهلا وسهلا واسقف له قبل ما عندكش مشكله الاكاديميه والكلام ده انا ما عنديش الكلام ده خالص مفيش الموهبه صح. الموهبه بتفرق نفسها انت هتقف قدام الكاميرا هتعمل مشهد حلو هتقول مقلد غصب عني لازم اقول كويس برافو صح هتجبرني انما انت مش كويس وتاخد فرصه وما عندكش اساس ولا انت خريج معهد ولا ليك علاقه بالنقابه ولا عملت ادوار ولا عملت اي حاجه يبقى ليه فرصة واثنين وثلاثة مش فرصة أضرب لك تعظيم سلام وانت كويس على راسي لكن انت بتشوف الناس ما تنفعش اصلا في ناس ما تنفعش طب ما انت امال التست ربنا خلقه ليه؟ واسماعيل عبد الحافظ لما جاب ياسمين عبد العزيز في امرأة من زمن الحب وكريم عبد العزيز وقدمهم صح جابهم ازاي؟ عمل شاف ياسمين عاملة اعلان اعلان مش عارف كان اعلان كده كان قلب الدنيا ساعتها لياسمين عبد العزيز جيلي كولا حاجه كده دمها خفيف حاجه كده حاجه كانت انا بص فاكر بيتفرج كده قال لك مين هاتوه دمها خفيف بص الجمله بص اسماعيل عبد الحافظ مخرج الشعب هاتوا تعالى شوفها جت تاني يوم مش عارف ايه هي ياسمين دخلت ياسمين وهي بتكلمه خفت دخلت ياسمين عليه هي فنانه عجبته كاريزما وهي بتكلمه ويجي بعد كده يشتغل عليها اسماعيل عبد الحافظ لما يجي يشتغل عليها وهو بيقدمها هو وكريم يوم شغال على احلى ما عندهم عشان يطلعهم بشكل مش طبيعي ياسمين بقى يعمل لها البت المروشه اللي غاويه اغاني غاويه مش عارف وكريم اشتغل من المنطقه بص المخرج يعني حتى لو انت مثلا معلش ما عندكش غير حته واحده في التمثيل هطلعها انا هطلعها كويس صح ده المخرج الشاطر بقى المخرج الشاطر هيفضل ينقح حركات لا ما تقولش دي استنى لا وحشه قولي هنا كذا ما تقولش كذا ما تعملش كذا جيب تعالي اقري كانت لازم الوجوه الجديده دول كريمه كل دول اللي طالعين من تحت ايد عم اسماعيل اسالهم هم موجودين طبعا ما كانوا حد طلع
حد يطلع قدام الكاميرا من غير ما يبقى قاري ومراجع مع عم اسماعيل عبد الحافظ كلمه 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 وقايل قدامه المشهد كامل قبل ما يقف قدام الكاميرا؟ حضرت له انا تصوير. لازم كلنا نيجي وبروقان، لما فطرناش نفطر، فطرنا نشرب الشاي، يلا بروفا، قولوا قولوا يا محمد قولوا يا احمد قولوا يا فلان يا علاني بتاع، ها حافظ تمام، يلا نسيب الورق بقى ونقول يلا بقى مرايا كده سمعوني تمام وكذا كذا 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 تك 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 الملحوظاته هنا كذا، خلي بالك انت مبسوط انت جاي من كذا، خلي بالك انت زعلان انت جاي من كذا، كل واحد فهم كل حاله، يلا قوموا سجلوا. يتعمل المشهد تيك 1 صح تيك 2 في 5 دقايق. ايه سبب ان والد حضرتك المخرج الكبير رحمه الله عليه يعني دايما بقى اروح في البرامج ما بقدرش بروح لازم نروح لا اسماعيل عبد الحافظ هو مخرج كبير طبعا يعني لازم نروح له بنتكلم على الدراما لازم تروح له. ايه سبب بقى مخرج الشعب؟ ليه المسمى ده؟ عشان هو مخرج الشعب. بمعنى اعمال الشعب اللي عايشه في وجدان الشعب المصري 70% منها بتاعت اسماعيل عبد الحافظ رحمه الله عليه. واعملي يعني ارجعي بالتاريخ 5 أجزاء الحلمية، جزئين الشهد والدموع، جزئين المصروية، أجزاء إيه تاني؟ دول بس جزئين جمهورية زفتة، وخدي بقى عندك بقى خالتي صفية والدير، وخدي الوسية، كان شخص متواضع جدا، شارع المواردي ضد الطيار، الأصدقاء كتير. العيلة، وبعدين اسماعيل عبد الحافظ ما عملش مع مؤلف واحد اشتغل يعني هو عمل مع اسامه انور عكاشه علامات وبعد كده مع الاستاذ وحيد حامد العيله، استاذ محمد جلال عبد القوي البر الغربي ده ما بيهزرش، محمد صفاء عامر حدائق الشيطان، استاذ بهاء طاهر، واستاذ مصطفى ابراهيم وجع البعاد، ده استاذ يوسف القايد سوري قايد استاذ يوسف القايد واستاذ مصطفى ابراهيم وجع البعاد، استاذ بهاء طاهر، واستاذ يسر السيوي خالتي صفيه والدير. وبرغم كل النجاحات دي كان شخص متواضع جدا. ما يعني التواضع يعني ده يعني اقول ايه يعني متواضع واستثنائي لا وكان نفسه هادي في التصوير وما كانش عصبي ونفسه ويحب الممثلين وتحس ان هو ابوكي يعني كان القابه كتير ناس كتير تقول له عم اسماعيل. ايه اللي دايما في ذهنك يا خال يا ريس؟ ايه اللي دايما في ذهنك بيجي دايما كان بيقوله لك وما بتنساهوش؟ ما يخرج من القلب يصل إلى القلب في الحياة وفي التمثيل لو بتعمل الشخصية صح في الحياة لو بتتكلم مع حد الصدق ينجي سبحان الله فعلا وبتحس إذا كان الشخص ده بيحبك ولا خلاص لا. طالما أنت صادق وصريح دي حقيقة خلص الحكاية حتى لو الصراحة دي ممكن تعمل مشاكل صح بس الصدق واصل أريح طبعا في التمثيل برضو نفس الحكاية لو أنت بتعمل الشخصية صح وقدامك نجم النجوم هتوصل لان انا بقولها من جوه انا بقول الشخصيه من جوه طالعه فبقى اللي بيتكلم جبر فبقى اللي بيتكلم عصام النمر فخلاص انت بقيت مصدق ان ده جبر او ده عصام النمر عصام النمر طيب كسرت الدنيا السينما فين في حياتك؟ عملت فيلم واحد اللي هو كان ريم البارودي ونرمين ماهر الهربتين وما جاتليش حاجه تاني بعديها انك عملت نجاحات كتير جات لي بقى حاجات بقى اللي هي ايه اللي هي برضو اللي انا ما بحبهاش احمد اللي هو عشان تشتغل وانا بكره الجمله دي ما فكرتش في ناس تقول لك اشتغل سينما واعمل تاريخ وخلاص يعني انا جالي فيلم بتاع نجمه مهمه جدا وبتاع منتج مهم جدا واللي عمل الدور حد وبيشتغل في السينما كويس جدا وعمل ضيف في المشهد الاخير مع نجمه مهمه جدا وانا ما رضيتش اعمله ليه؟ مش شبهك مش شبهي طب مصر مش هاجي انا عشان اعمل مشهد اغتصاب يعني لا اكيد لا مش بتاعتك خالص مش على ادوار يعني ماشي اعملها بس في شخصيه بقى موافق انا واد من الاول بقى عندي واد سادي ولا واد شخصيه بقى وما فيش حاجه معروضه على حضرتك دلوقتي سينما لا لسه يعني مفيش طب مسرح دلوقتي الكلام لا المسرح ده حبيبي ده طول عمره بيكلموني فيه ايه بقى؟ المسرح ده انت عارف انا بعشقه انا عامل 10 مسرحيات ليه بقى ما قالك فتره كبيره ما رجعش بيخلينيش اعرف اعمل حاجه جنبه احمد ما اشتغلش حاجه بحبه قوي
بحبه قوي، فالحياة برضو بتبقى مستمتع جدا، فبتصحى من النوم الورقة تروح للمسرح، خلاص خلص المسرح روحت مش هتعرف تشتغل حاجة تاني. من الآخر المسرح لازم تشتغل وانت رايق قوي وما عندكش حاجة غيره. ولو جنبه تمثيل وحاجة مثلا زي سكة الأستاذ ناصر عبد الرحمن ولا الأستاذ عبد الرحيم كمال ولا حد من المؤلفين اللي بالك فيهم دول، مش هتعرف. مش هقدر، ضميري يوجعني، هاخد معايا الورق في المسرح هتورط وهبعد على المسرحية وهفضل أحفظ في المشاهد. بس مؤجلة الفكرة دي؟ لا بعشقه هعمله، بس مؤجل القرار. مؤجلها دلوقتي لان انت دلوقتي كمان في وقت جبر غانم، صح؟ ودلوقتي فعلا يعني هو لغايه دلوقتي في كلام في المسرح والفيديو كلم، لا ما حدش كلمني في السينما. انما الفيديو والمسرح من ساعه جبر بصراحه في كذا حد كلمني. المسرح هعمله بقى ممكن قريب ان شاء الله، يجي وقته، بس ما يبقاش عندك تصوير سنه تبقى فاضي، صح؟ يبقى الدنيا رايقه فتعمله بقى وانت ما انتش خايف منه. مين الفنانين بقى اللي بيلفتوا نظرك من الجيل دلوقتي؟ سيبك بقى من فنانين زمان طبعا، معظمهم عباقره يعني طبعا. فنانين دلوقتي مين اللي بتقول لا ده هو زمان؟ في زمان طبعا استاذ احمد زكي، استاذ محمود عبد العزيز طبعا، دول بالنسبه لي حاجه طبعاً. يعني من وانا عيل الله يرحمه، ولو خصوصا عم محمود ده بالنسبه لي حاجه يعني، انا يعني حتى كنت دايما حبيب احمد وانا وصول لازم اي حد يتعامل مع محمود عبد العزيز ده. انا اقول لك على حاجه بقى، انا اشتغلت مع نجوم مصر كلها ما عدا عم محمود عبد العزيز، على كل الحب. نجوم مصر كلها اشتغلت معاه، كبار والشباب ما عدا عم محمود عبد العزيز. واكتر واحد بحبه جدا لان هو المنطقه بتاعته وطريقه مختلفه معالجته للشخصيه، في الدم كده. لا ده معلم، ده كان قصة تمثيل، ده تقعد تاخد قسما بالله، ده في ابراهيم الابيض دروس بيدي درس تمثيل. دي حقيقة، دي حقيقة، صح؟ جبل الحلال حقيقة، وكل حاجة تصدقها قوي. مين بقى دلوقتي في الفنانين بتوع دلوقتي اللي بيعجبوك يلفتوا نظرك؟ أنا أصلا بحب كريم جدا، كريم عبد العزيز. كريم على عشرة عمره، كريم أصل كريم والسقا تحديدا، لأن من بدري معايا يعني إحنا قدام مع بعض من زمان أوي، عارفين بعض يعني من بدري، داخلين في 30 سنة أهو، فيعني دول يعني ايه تقدري تقولي شهادتي مجروحه فيهم. كريم عبد العزيز لاني بحبهم جدا واصحابي جدا، فما لو قلت يعني نطلع براهم ماشي. من اللي موجودين بقى مين لفت نظرك مؤخرا؟ يعني هو ممكن واحد، من مش شرط يبقى بطل، ممكن يبقى لفت نظرك. انت كان ملفتين ده، يعني عايز اتكلم في حد زي، انا كنت اتكلم في عم محمود عبد العزيز وعم احمد زكي. لا احنا بعيد قوي كده، احنا بعيد. عارف لو كان موجود الله يرحمه كنت قلت عليه خالد صالح. خالد صالح طبعا كنت عشقه طبعا، ممثلاتي برضه ملوش حل طبعا. خالد كان الوقت عدى بسرعه حبيبي. لا نسينا حد عالمي. عالمي ده انا نسيته جدا، انا بحبه جدا، خالد النبوي. طبعاً. فنان كبير. خالد كبير، ممثل وذو طبيعه خاصه، صح؟ واسلوب خاص، صح؟ دي حقيقه. ويرتقي للعالميه وشكل كمان بجد. مختلف شكلا، مختلف يعني شيء مشرف بجد. دي حقيقة. ان عندك ممثل اسمه خالد النبوي، دي حقيقه. يعني حاجه كده، حاجه فنان جميله، مجتهد جدا، وحاجه مثقف وواعي وعارف بيقول ايه وبيعمل، واعماله كلها مش اي اعمال، وهادي، ما بيختارش اي مواضيع. وجه له تحيه بقى، ليه اسلوب تمثيل. لا وخالد كمان، خالد ده حبيبي برضو، فنان خالد النبوي طبعا جميل، خريج مدرسه الاستاذ الكبيره برضو. محمد الوقت عدى بسرعه، حلقة خلصت بسرعة، نورتنا، شرفتنا. ده انا اللي انبسطت قوي، اتكلمت انا كأني قاعد معاك في كده قاعد في البيت. انت فكينا احمد الاول كأنك قاعد في البيت. دايما معاك في نجاح ونجاح، والعمل الجاي ناجح وقريب بقى، مش كمان خمس سنين ولا ثمان سنين، مش هقعد اعمل برنامج كل ده. السنة اللي جاية بعد جاي على طول ان شاء الله. مليون مبروك. ويبقى عندنا برضو على قناة النهار او على اي قناة تانية هنفرح لك برضو. طبعا شرفتنا ونورتنا يا حبيبي. مبروك ودايما ناجح ومكسر الدنيا. الله يبارك فيك يا يمنى، تسلمي لي، ومبروك عليكم برضو انتوا مؤخرا برضو يعني برضو خلاص عملنا كتير احنا متجوزين. شكرا لحسن متابعتكم.